خير، انا الدكتور عمرو دخولي استشاري جراحه عظام الاطفال في المملكه المتحده، والنهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم للاطفال، لانه في اوقات كتير احنا بيجي لنا اطفال عندهم مشاكل في رجليهم، وبتبقى الاهالي مش عارفه هل في ضرر ان هم يعني في الاطفال في هذه الحالات ولا لا. فانا حبيت اوضح انه في اطفال كتير عندنا بيكون عندهم مشاكل، انما دي كلها بتعتبر جزء من نموهم، ومع نمو الطفل المشاكل اللي احنا بنبقى قلقانين منها بتتحسن. طبعا هو خيط رفيع بين الطبيعي واللي مش طبيعي، فاحنا لازم نوضح الحاجات الكلير قوي الطبيعية عشان الأهالي يطمنوا، وبرضو نقول لهم ايه الأوقات اللي هم يحتاجوا ان هم ask for help ويشوفوا متخصص في العظام. من الحاجات المشهورة اللي بنشوفها اللي بنسميه التقوس بتاع الرجلين، والغريب ان تقوس الرجلين زي الصورة اللي احنا شايفينها دي بتكون طبيعية في الأطفال من أول ما يتولدوا، وبنلاقي ان التقوس ده بيفضل موجود لحد سن سنتين. فطبعا مع مرور أول سنتين بتلاقي التقوس ده بيتحسن، وغالبا ما بين سنتين أو ثلاثة التقوس ده تقريبا بيتعدل، وبعدين تلاقي ان الرجلين بتتحول التقوس بتاعها للاتجاه المعاكس زي الصوره اللي انتم شايفينها، وده بيقعد من سن سنتين لتقريبا 4 لـ6 سنين. وفي المرحله دي بالتقوس اللي لبره بيرجع للشكل الطبيعي. فغالبا الاهالي لما يعرفوا ان التقوس الطبيعي بيتم في المراحل دي يبقى احنا مطمنين ان مفيش مشكله. طبعا ده ما يمنعش ان في باثولوجي معين في العظام ساعات برضو بيظهر في تقوس الرجلين. فالنصيحه انه لو انا عندي شايف ان في تقوس زايد عن الطبيعي، ومع الكلام مع اخصائي البطنه الاطفال ان هو قلقان من حاجه، يبقى يعني نسال متخصص عظام، لانه ساعات بيكون في مشكله في الفيتامينز او مشكله في العظام نفسها، ولازم ان احنا نبص فيها ان ديتيل.